أمير، أنت لعبت في أندية أخرى غير النادي الأهلي، هل هناك فارق ما بين النادي الأهلي وبقية الأندية، مش اللي أنت لعبت فيهم ولكن بشكل عام؟ يعني بص يا كابتن، بشكل عام فعلا دي حقيقة. مش عشان انا لعبت في النادي الاهلي، ومش عشان انا موجود مع حضرتك دلوقتي في قناة النادي الاهلي، ومش عشان انا موجود في النادي الاهلي، لا فعلا النادي الاهلي مختلف تماما عن بعض الاندية. انا هتكلم على التجربة اللي انا مريت بيها في الاندية اللي لعبت فيها، اندية محترمة وشرف ليا ان انا لعبت فيها واخلصت فيها، ولكن سيستم النادي الاهلي وتفكير النادي الاهلي وعقلية النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين مختلف تماما. يعني انا لما رحت النهارده، يعني انا من خلال النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه والسيستم والمنظومه اللي انا اتربيت عليها في النادي الاهلي، انا على قد ما اقدر الانديه اللي لعبت فيها كنت بحاول اعمل اللي انا شفته في النادي. طبعا كان بيبقى معايا كباتن ومعايا نجوم، فبحاول انقل الفكره دي ليهم بحيث ان النهارده هتفيدنا في النادي اللي احنا نلعب فيه. سواء النهارده ما ينفعش النهارده اللعيبه تبقى عندها لا مبالاه مثلا، يعني النادي الاهلي عودنا ان انا في المكسب لازم ابقى رقم واحد وما العبش غير على المكسب. نقلت ده من خلال ان انا من خلال الحاجات اللي شفتها في النادي الاهلي، الانديه اللي انا لعبت فيها، اتكلمت مع اللعيبه، اللعيبه كانت العقليه بتاعتهم ان انا لا النهارده انا اتعادلت خلاص باخد فلوسي وخلاص، لا النهارده لازم تكسب، لازم تتعود انك انت تكسب. والحمد لله ده حصل لما رحنا المصري، عملنا نتائج كويسه، ولما احنا سموحه العقليه اللعيبه بقت مختلفه، وصلنا نهائي دوري ونهائي كاس مع النادي الاهلي ونادي الزمالك، ودي ما كانتش بتحصل، كانت قليله جدا بتحصل، طفره بسيطه كده فين وفين، هتلاقي في الحرس، هتلاقي مثلا في امبي، لكن تشوف الحاجات دي كانت في سموحه، او تشوف الحاجات دي في دجله، او تشوف الحاجات دي في المصري في الفتره الاخيره، كانت الامور صعبه جدا. فحتى يعني انت وانت داخل النادي الاهلي داخل في نظام، انت اندر سبوت، محطوط عليك الضغط في كل حته بره وجوه الملعب، لكن انت في الانديه الثانيه انت بتعمل اللي انت عايزه، مش فارق معاك الموضوع، لكن كل حاجه مختلفه بصراحه من خلال الانديه اللي انا لعبت فيها. شفت التصريحات اللي زي ما قلت لك اللاعبين الكبار اللي كانوا بيلموا، يعني كابتن عصام، كابتن حسام، وخليني اسالك عن عصام تحديدا، انت عاشرته فتره طويله جدا، عصام الحضري عاشرته فتره طويله، ابداء الندم عن ان هو ساب النادي الاهلي، او ان هو قال ان هو عايز يعني يتمنى الرجوع للنادي الاهلي مره اخرى، شفت التصريحات دي ازاي؟ بص يا كابتن، هو طبعا الحضري طبعا اسطوره كبيره وقيمه كبيره، مهما كان في اختلافات، في اختلافات طبعا، هو قيمه كبيره جدا وكل حاجه، لكن يظل قيمته بالظبط. لكن انا هتكلم على التصريحات اللي طلعت عن طريق لسان الكابتن الحضري او الندم اللي هو قال عليه والحاجات دي كلها. هو شايف من وجهه نظره ان هو كان كابتن النادي الاهلي في يوم من الايام، وفي يوم من الايام مش بطريقه ما تناسبش النادي الاهلي ولا تناسب تاريخه، فطبيعي ان هو بعد كده راح كذا نادي وعرف قيمه النادي الاهلي. كان في بعض الاقاويل على مشواره في نادي الزمالك البسيط اللي كان موجود، كان في جدال حول الموضوع دوت مع الانديه اللي هو لعب فيها، فطبيعي ان هو بعد في اخر عمر ليه في الكوره طبيعي ان هو لازم يفكر في النادي الاهلي، ولازم يحط النادي الاهلي ان هو رقم واحد، وان هو يعني كانت القرارات اللي هو خدها ما كانتش مظبوطه يعني. بس طيب برضو في خلال هذه الفتره لما بتسمع ان بعض اللاعبين بيتكلموا على ان انا ندمت على الفتره اللي لعبت، بقى عكس الكلام، ندمت على الفتره اللي انا لعبت فيها، العكس يعني العكس؟ لا اكيد الكلام ده مش من قلب الشخصيه دي نفسها، يعني هو بيقول كلام شو برضو. ليه؟ لان اي حد كابتن اسلام لاعب في النادي الاهلي فهو هيبقى احسن ايام في النادي الاهلي ليه، وهيبقى اليوم والتاريخ اللي داخل فيه النادي الاهلي عمره ما هينساه. ما ينفعش يقول، انت ممكن تقول ان انا لعبت في نادي تاني وندمت ان انا لعبت فيه، لكن انا النهارده لعبت في النادي الاهلي وندمت ان انا في النادي الاهلي، لعبت في النادي الاهلي ومسيت نادي، اعتقد بيقولها لشو معين او تصريح لسبب معين. لكن انا النهارده النادي الاهلي، انا لعبت في النادي الاهلي ومشيت اليوم في النادي الاهلي بتاريخ كبير طبعا، فما ينفعش النهارده اجي النهارده في النادي الاهلي واقول ان انا بندم على الفتره اللي لعبت فيها في النادي الاهلي. العكس تماما. تمام. امير، انت لعبت كام سنه في النادي الاهلي عموما، يعني من الناشئين لغايه لما مشيت من النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، انا كنت دخلت النادي الاهلي سنه 99 2000، قعدت لحد 2010، يعني برضو عمر 10 سنين،
في النادي الاهلي 10 سنين في الفريق الاول، لكن انا من وانا في الناشئين طبعا. من لا انا بتكلم من الناشئين. من الناشئين انا من عندي 9 سنين 10 سنين يعني يعني اتولدت جوه النادي الاهلي، اتولدت جيت النادي الاهلي وعشت ايام كويسه جدا في مرحله الناشئين كلها. كنا دايما بنقعد انا وحسام غالي وسيد كابتن سيد عبد الحفيظ وبلال واحمد السيد في بيت واحد، وكنا بنروح مع بعض النادي بناكل مع بعض ونشرب، فتربينا مع بعض جوه يعني مع بعض من واحنا صغيرين لحد ما جيت 99 2000. التأييد الرسمي ليا كان سنه 99 2000، التأييد مع الفريق الاول قعدت فيه حوالي 10 سنين في يعني 10 سنين فريق اول و10 سنين تقريبا ناشئين. ممكن واكتر من 10 سنين او اكتر من 10 سنين. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن النجم أمير عبد الحميد ونرجع بقى نتكلم عن ذكرياته في 20 سنه مع النادي الاهلي.